هذا القرار شوية صعب. الجائحة أثرت على العالم وأثرت على جميع المجالات، ولكن بالضبط المسرح والسينما كنظن أن ربما أكثر المسرح، لأننا توقفنا. مازال السينما والتصوير، كان التصوير وكانوا ناس كيصوروا برامج وأفلام ومسلسلات تلفزيونية مع الأخذ باعتبار كاع الاحتياطات اللي خاصة تكون في ظل الجائحة، ولكن المسرح توقف. قرار اللي ما فهمناش، لأن تحلوا المقاهي والحاجة اللي عندها دور كبير ومهم في كاع المجتمعات اللي هي الثقافة، ما تفتحوش المسارح، مع العلم أنه ممكن تفتح، ولكن غيكونوا شروط ديال كيفاش تحضر العرض. خاصة أن المسرح بالنسبة لي هو التجربة تقريبا الوحيدة اللي كنعيش فيها واحد لقاء حي ومباشر مع الجمهور، وهذاك اللقاء راه تيكون عنده بزاف د الحوايج على الممثل، لأن تيكون واحد التفاعل بينه وبين الجمهور. ف كتلعبين مسارح فارغه طبعا، راه كديري داكشي اللي خصك ديريه كممثله، ولكن ماشي بنفس الوقع ملي كيكون جمهور حاضر. هو كيف قلت لك، انا قرار ما فهمناش، لان كيف يعقل ان تفتح المقاهي والمطاعم اللي كتعرف اقتضاد الناس اللي تسد عليهم وخرجوا هكا، راه دونك الناس محتاجين يجلسوا في القهاوي، دونك اوتوماتيكمون القهوه غتكون عامره، فكيف يعقل ان المسرح ما غاديش يتفتح؟ وطبعا الاخوان المسرحيين عانوا بزاف. اذا كانت الازمه دزنا منها فهي خصها تفيقنا لشي حوايج، وخصها تبين لنا الخلل فين كاين، والخلل بان. فبالنسبه لي انا كنشتغل في التلفزيون واشتغلت في التلفزيون وعندي عروض اللي لعبتهم واخا في مسارح فارغه، فكاين واحد المدخول، ولكن بالنسبه للناس اللي كيعيشوا غير بالمسرح راه توقفوا هذوك الناس. يعني هنا خصهم بصح نشدد ونأكد على أهمية وضرورة توفير الحماية الاجتماعية للفنانين في حالة توقف على العمل، في حالة وقوع شي حاجة بحال هكا اللي وقفتنا، وتفيقنا لحوايج أخرى، نستغلوا هاد مواقع التواصل دابا كيفاش لقاو إقبال كبير من طرف الناس، لأنهم الله يحسن العوان ما كان صافي تسد علينا في الدار، دونك ولا إقبال على مواقع التواصل الاجتماعي، فاستغلوهم باش نسوقوا بهم المسرح ونسوقوا بهم كاع المنتوجات الفنية. بصراحة علاقتي بمواقع التواصل الاجتماعي من شحال هذه ماشي كبيرة بزاف، وأنا ما كناخدهمش بالجد. يعني ما بالنسبة لي مثلا موقع التواصل الاجتماعي الوحيد اللي باقية فيه هو الانستغرام، وهو فرصة اللي كنتواصل فيها مع الناس، مع العلم أنني كنجاوب كاع الناس وكنجاوب على كاع التعاليق، فهذه فرصة كتخليني نشوف عن كتب ردود أفعال الناس بالأعمال اللي كندير. الناس كيعبروا لي عن حبهم وحب ما كيتباع ما كيتشرى، دونك شي حاجة اللي بالنسبة لي مزيانة، ولكن واخدة الحذر، لأنني صعيب هاد مواقع التواصل الاجتماعي ولاو كيتيحوا لنا واحد الفرجة بواحد الشكل كبير، وكيولي الفنان عرضة للمغالطة، عرضة أنه يتعرض لمجموعة من كاينين كاع التعاليق اللي كيكون فيهم القذف والسب. فالحمد لله أنا علاقتي حاول أنني تكون موديغي، وطبعا كنستغلوا بعض مرات في البروفيسيونيل، وكيبقى بالنسبة لي ما يمكنش لي نحط في حياتي الخاصة، ما يمكنش نحط في حياتي الشخصية، فكن بارتاجي غير الحوايج اللي يقدروا زعما حيت هما ما تينفعوا في والو، غير يقدر الناس نقربهم ولا نبين لهم ان كوتي اخر من جليله. انا ما نقدرش نبدي رايي في هذا الشيء وما غنقدرش نحكم في هذا الشيء، حدي غنقول حاجه واحده، المهم هو الاستمراريه، هذا هو المهم. ما فيها بس يقدر يكون شي واحد عنده موهبه وتكون فرصه انه التحق بشي عمل، ولكن واش غتطور هاد الموهبه ولا غيكون مصيرك مصير مجموعه من الناس اللي بانوا فينا هما دابا، ولا يصح الا الصحيح والبقاء الاقوى. انا ديجا في كاع التظاهرات الفنيه اللي كيكونوا خارج المغرب كنحرص على انني ندي معايا القفطان وندي معايا التكشيطه، وحتى في مهرجان القاهره ديت معايا الجلابه وتصورت في الاهرامات بالجلابه، فانا افتخر بهاد التمغربيه ديالي، افتخر بهاد القفطان اللي هو هويه ديال المغرب، وكان حماق على القفطان اللي كيكون تقليدي وفيه واحد اللمسة عصرية.